جدا من عمر المباراه. الله يستر. حركات ممتازه ليفاندوفسكي، لم تكن بالكره المليمتريه على راسه، يظهر لي لو كانت بالملي كان يحطها في الشبكه. طبيعي الكرة لو كانت وصلت له بالملي اعتقد ان باستطاعته ان يحطها في الشباك، لكن الصورة اللي شاهدناها لا يمكن ان يتعامل معها بافضل من هذا الشكل. توني كروس، شابي الونسو، فرانك ريبيري، ضربة حرة يحسبها الحكم. مخالفة تتنفذ بسرعة. عبد الله هنا الحارس خدا دور المدافع، خرج وصد الكرة. علي أن يحمد الله أنه تصدى للكرة، لأنه لو لم يتصدى للكرة لا ذهبت شجاعته وجرأته هباء منثورا. ممكن يفكر بالتسديد من هنا. محاولة تسديد قوية. شرف المحاولة نجاح، والتسجيل هو أكبر نجاح. والآن يأتي هدف التعديل. نظرة أخرى للهدف من زاوية مختلفة. كريستيانو رونالدو. تم اعتراض الكرة في وسط الملعب. توماس مولر. أكيد الهجمة واعدة. ضربة في اتجاه المرمى. ترتد من الحارس للمرمى. مدهش المباراة، هدفين بدقيقتين. السكور ما زال المنشن. وهنا خطأ ضد المدريد. جيروم بوتينغ، روبرت ليفاندوفسكي. مواجهة كبيرة جدا من أجل الكرة. كرة ضربت فيه وخرج التماس. روبرت ليفاندوفسكي. الدفاع اليوم رائع ويستحوذ على الكرة. دفاع أمامه ويسدد. كرة في الجول. لابد ان نقر بقوتهم وايضا بحظهم. فرصتين وهدفين. جارث بال. روبرت ليفاندوفسكي. من هذا المكان يشرب حظه بتسديده قويه. الله على روعه التسجيل. هدفه الثاني كان رائع. سيطرة كاملة، هم الفريق الأقوى كما تظهر النتيجة. باستيان شفاينشتايجر. روبرت ليفاندوفسكي. وصل تسديدة وكورة تمشي باتجاه المرمى. دافيد ألابا. تسليم واستلام والكرة يبدأ فيها اتاك. آريان روبن. كرة باتجاه بنزيما. باستيان شفاينشتايجر. روبرت ليفاندوفسكي. كان بناء جيد جدا للكرة الأخيرة ولكن فقدوا الكرة في النهاية. كرة تقطع في نصف الميدان. فكرتها ممتازة لكن الكرة تستخلص من المنافس. اعتراض في منطقة الوسط والكرة بحوزتهم.
باستيان شفاينشتايجر، جيمس رودريغيز، اوندوس، كانت حلوه الكره وترجع